إذا خاص المغاربة يفهموا بلي العدالة والتنمية جا ما والش يحافظ على الشعبية ديالو، ماشي هذا هو الهدف ديالو، ماشي الهدف ديالو تصوتوا عليه مرة أخرى، هو جا باش يعمل الإصلاح. إلى الإصلاح تقبلوه الناس وبغاو يصوتوا علينا مرة أخرى، لا الله يجزيهم بخير. إلى ما بغاوش لهم واسع النظر، لكن الإصلاح الإخوان ضروري، نحن جئنا من أجل الإصلاح، وإذا اقتضى الإصلاح أن نضحي بشعبيتنا سوف نضحي بشعبيتنا. ولكن إحنا حزب سياسي فيه مناضلين، فيه مناضلين، وهاد المناضلين الغرض ديالهم الحفاظ على الأمن وعلى الاستقرار ديال البلاد ديالهم، طمأنة ديال المستثمرين باش يزيدوا يتقوا في بلادهم ويستثمروا فيها. المحاولة إقامة العدل بين الناس